يوم زينا نتفرجوا ببرشلونة قهوة كما كتشوفوا عامرة كدا إن شاء الله برشلونة تاني تغلب كدا تفرحنا مدريد تغلب وصافي. أما قضية ديال برصا برصا راه ديما كتخسا هاد العام ما عندها والو العربية. فرحانة خوفانة ومشي حاجة ماشي عادية. ما خصنيش نخسر طبعا حيتاش كتعرفني عنسمع بزاف الحاجات الناس حالفانين فيا يقولوهم لي حتى عييت من ادي ومن اللي طارت برشلونه ودابا كلشي حالفان فيا هلا مدريد نادامس واخا تخسر. الشعور ديالي عادي بحال اي كلاسيكو داز دائما يعني كنا كتعرف طنجة دائما نفس الاجواء نفس الحماس نفس كل شيء. اول حاجه بالنسبه لمدينه طنجة الاجواء كتكون حماسيه بنظري ديال برشلونه وريال مدريد توقعات اللي كانت توقعوا ان ريال مدريد غادي تفوز على برشلونه بجوج واحد. كتشوفوا الاجواء في عندنا في الريستورون دائما كتكون مشحونه الاعصاب ما بين الناس ديال ريال مدريد والناس البارسا. انا ريالي وكما كتعرفوا كاين عندنا الناس ديال الريال وكاين عندنا الناس ديال البارسا ولكن بالنسبه لهم كلشي كيدوز اجواء مشحونه. ودابا انا عندي واحد شويه الخدمه كما كتعرفوا خصني نمشي نسربي بالزربه عندك شي بارسا ولا مدريد يضربني. احسن اجواء اخي اجواء رائعه فيسكا برشلونه وديما برشلونه ديما كلاسيكو كيجمعنا كيجمعنا الدراري كاملين ودائما برشلونه فيسكا برشلونه من ناس برشلونه وروح رياضيه وهذه هي الكره وكنتمناو يكون كلاسيكو دائما بحال هكذا وهلا مدريد تحيه رياضيه ناس برشلونه مباراه دازت في اجواء جميله وشنو نقول لك الخوار باردي دوز زعما داس حايل فهمتي الدراري مع بعضيتها وكدا صحة باردي دوز داس حماق كورة تفرجنا دابا الصح برشلونة فرجتنا أحسن حاجة يا كوند ميسي في الأخر والله العظيم